ثم إذا أنتم بشر ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما والله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبحونه ما في السماوات والأرض وهو
الحكيم. صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.